فيجب أن نستحضر هذا المعنى العظيم، ولا سيما في هذا الزمن الذي صار الناس يتسابقون فيه إلى إظهار أعمالهم وعباداتهم وما كان السلف يخفونه حتى عن أقرب الناس إليهم. فتجد بعض الحجاج مع الأسف يجتهد في تصوير نفسه في كل موطن، في تصوير نفسه في كل موطن وفي كل حال، وهذا لا شك أنه أمر يخل بتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى.